بعث رئيس المجلس السياسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة للرئيس الصيني شي جينغ بينغ بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة. كما أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تمنياته للرئيس الصيني بالتوفيق والسداد، مؤكدا عن عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. أصدرت القوات المسلحة بيانا للشعب السوداني أكدت فيه التزام قيادتها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، نافية الحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي. في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ومساهمتها في رتق النسيج الاجتماعي ومعالجة كافة قضايا المجتمع، استضافت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية مؤتمر اللجنة العليا للصلح بين قبيلتي المجانين والجعليين تحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، برعاية والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وحضور المدير التنفيذي لمحلية أم درمان والمسؤولين بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. وأكد وكيل جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية دكتور يعقوب إبراهيم أن الجامعة كانت لها إساماتها المقدرة في فض النزاعات وإبرام المصالحات ونشر قيم التسامح. انطلاقا من هذه الرسالة، فإن جامعة القرآن الكريم كمؤسسة من المؤسسات الاجتماعية ومؤسسة تقدم الخدمة الاجتماعية، وأن خدمة المجتمع أحد وظائفها الأساسية إضافة للتدريس والبحث العلمي، فإنها تولي جانب ووظيفة خدمة المجتمع اهتماما كبيرا، وهذا الاهتمام من بينه ما تشاهدونه اليوم من رعاية مؤتمر الصلح بين هذين القبيلتين حتى يستديم السلام الاجتماعي، لأن الجامعة في سياستها أن السلم الاجتماعي ضرورة اجتماعية كبيرة يقود إلى التعايش السلمي، وبذلك نستطيع أن نبني السلام في السودان. نريد عن نفس رسالة واضح لأخونا والي ولاية خرطوم، إنه نحن في الإدارة الأهلية ولاية خرطوم نسعى جاهدين أن يكون في النسيج الاجتماعي ما بين القبائل، هذا ديدننا وهذا عملنا وهذا من صميم عملنا نحن في إدارة أهلية ولاية خرطوم. نحن نبارك هذه الخطوة تمت، ونقول لك أخي الوالي كتر خيرك وبارك الله فيك أنك أنت سوف تكون حضور لهذه الفعالية وتكون راعي لهذه الفعالية. تم اليوم استقبال الطلاب الجدد بكلية بحر الأهلية تحت شعار قناديد العطاء أمل المستقبل بحضور عدد من أساتذة الجامعة والكليات الأخرى، حيث أكد عميد الكلية خالد محمد دفع الله أن الجامعة قد درجت كل عام على الاحتفال سنويا باستقبال الطلاب الجدد، وأن هذا العام تستقبل الميثاق العلمي الطب والتمريض ومجالات المختبرات والهندسة الطبية. بداية رحب بكم في 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 كلية بحر الأهلية، هي كلية قديمة عريقة جدا، عمرها الآن يعني حوالي تقريبا يعني 27 سنة، يعني فوق الربع قرن، فيها ما لا يقل عن 23 برنامج بما في ذلك برامج الدراسة العليا، برامج في 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 تخصص الهندسة حوالي 5 برامج، برامج في العلوم الطبية حوالي 4 برامج بما في ذلك الطب والجراحة،
برامج في العلم الاجتماعي بشكل عام، تتضمن برامج في التسويق والإدارة والاقتصاد وغير برامج اللغات اللي هي بتتميز بها كلية بحر الأهلية. اليوم كلية بحر الأهلية تشهد هذا العرس الكبير الذي تكرم فيه وتستقبل فيه فرسانا جدد من طلابها في تخصصاتها المختلفة. هذه الكلية التي لها الآن من عمر الزمان أكثر من 25 عام نستقبل اليوم الطلاب الجدد الذين انتظموا في الدراسة منذ 3 أسابيع. هذا الاحتفال هو واحدة من البرامج التي تقيمها مانة شؤون الطلاب في إطار ربط الطالب بالكلية والتعريف بالكلية والتعريف بأهدافها وبرسالتها، وكذلك لإلمام الطلاب بكل اللوائح التي تنظم عملهم وتنظم دراستهم في هذه الكلية ل4 سنوات ول5 سنوات. ولأول مرة هذه الكلية تستقبل طلاب المساقات العلمية في مجالات الطب والتمريض ومجالات المختبرات والهندسة الطبية. انطلقت بكادوغلي ورشة العدالة الانتقالية لولايات كردفان الكبرى، حيث أكدت السيدة تاموكو كابوتا رئيس بعثة ليون تيمز مكتبي جنوب كردفان أن الورشة تأتي في إطار التحضير للمؤتمر القومي للعدالة الانتقالية بمشاركة أصحاب المصلحة من ضحايا الحروب والنزاعات كإحدى القضايا المضمنة في الاتفاق الإطاري. وأخيراً نبقى مع أخبار الطقس بالبلاد خلال 24 ساعة القادمة، حيث توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيامها في جميع أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة. كما توقعت نشاط رياح مثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من أواسط وغرب البلاد. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الموقف الإخباري، تحياتي إليكم وفريق العمل، في أمان الله.